اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الجزء الاخير من هذه الحلقه دكتور احمد ثابت. هنتكلم معاه عن ارقام او اهم الارقام اللي موجوده النهارده للاعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه اللي قدر النادي الاهلي ان هو يفوز بها بثلاث اهداف مقابل شيء واداء رائع طوال هذه المباراه. دكتور يعني الف مبروك طبعا، ثلاث نقاط هامه جدا للنادي الاهلي، استطاع بفوزه بهذه الثلاث نقاط ان يصعد كاول عن هذه المجموعه للدور ربع النهائي. في البدايه طبعا مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه في كل مكان، الفوز والصداره الحمد لله على الفوز، يعني فوز في ريحه كده شخصيه البطل، فوز بيدي رساله كده لجميع المنافسين ان النادي الاهلي ان شاء الله قادم بقوه للمنافسه على لقب البطوله هذا العام. من وجهه نظر يعني رجل المباراه هو جمهور النادي الاهلي النهارده طبعا، اللي مال الاستاد عن اخره تشجيع بحراره بقوه، لامانه يستحقوا التحيه، وان شاء الله ان شاء الله نواصل على كده بدايه من دور الثمانيه لغايه النهائي زي ما تعودنا من جمهور النادي الاهلي. تمام دكتور احمد، خلينا نتكلم عن ونخش في الموضوع مباشره، ارقام لعيبه النادي الاهلي النهارده او لاعبي النادي الاهلي النهارده. طبعا ابرز لاعب في النادي الاهلي النهارده هم اثنين، يعني طبعا هم كلهم للامانه طبعا الجمهور لكن فنيا بقى اللعيبه، هم اللعيبه النهارده كلهم رجاله ويستحقوا التحيه. هتلاقي الارقام قريبه بالنسبة. التقييم قريب جدا، ولكن الابرز طبعا علي معلول يستحق ان هو يكون ابرز لاعبي الاهلي في المباراه، متسبب في الهدفين، يمكن هو صنع هدف وتسبب في هدف ثاني، اكتر لاعب معانا الارقام، اكتر لاعب عامل كرات عرضيه في المباراه، هي الارقام على الشاشه هنا، صنع هدف اتسبب في هدف اخر، اكتر لاعب عمل كرات عرضيه، عامل 14 كره عرضيه علي معلول، بدقه عرضيات وصلت ل 36%. علي معلول كمان انا بقول عليه اكتر من مجرد ظهير ايسر، مش مجرد باك ليفت بس، هو اكتر لاعب صانع فرص في الفريق اربعه. علي معلول في حاليا هو اكتر لاعب صانع فرص في البطوله او في للنادي الاهلي في البطوله، كان تسعه والاربعه دول يعني حوالي 13 فرصه، عامل اربع مراوغات ناجحه. تاني اكتر لاعب بيعمل لونج باص، بيحضر الهجمه من تحت 11 تمريره بنسبه دقه تمريرات وصلت ل 64%، دقه تمريراته القصيره 90%، حصل على خطا واحد. علي معلول للامانه اكثر من مجرد ظهير ايسر، مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. يعني بصراحه فعلا اكتر من مجرد باك شمال، لعيب مفتاح لعب، مفتاح لعب مهم قوي، يصنع هدف، يتسبب في هدف، بيفتح لاخر الخط، كان عامل جبهه قويه جدا مع عجائيه او حتى لما كان رمضان بيميل عليهم. علي معلول للامانه يستحق افضل لاعبي او اكثر من مجرد ظهير ايسر بسبب ارقامه طبعا، لانه صنع الهدفين، اكتر لاعب عامل عرضيات، اكتر لاعب عامل فرص، راجل يعني بصراحه عالمي علي معلول. تاني واحد مروان محسن، مروان محسن بقول دايما ان هو ميزته انه احسن مهاجم في مصر، بيقطع على القائم القريب، بيقطع على القريب. برافو عليك، برافو عليك، احسن مهاجم في مصر بيقطع على القريب. مروان اصله لعب معايا في ما كنت بلعب اعتقد في بتروجيت وكان لسه صغير جدا عن كده، وكان بيقطع دايما على العرض القريب. اتفضل. فلو بصينا على الارقام، غير هو جايب الهدفين على فكره من تحركه على القائم القريب لعلي معلول، وفي واحده كمان كان اجاي لعبها له كان هيلحقها، جايب هدفين، الهدف الثاني نتاكد، وواحده اللي حطها في اول الشوط الثاني على جنب العرض، اتاكدت ان هو الهدف الثاني اتحسب له، يعني الهدفين لمروان محسن لعب 76 دقيقه. ميزه مروان ده الهدف الاولاني لم يحسب له هدف عكسي. انا كلمت حد في الجهاز الفني يعني. لا كتب ان هو لم يحسب لمروان محسن وحسب للاعب في نفسه يعني ماشي، هدف احرز هدف، اكتر لاعب فاز بالتحامات ثنائيه في المباراه 10 التحامات فعلا. ايوه دي حاجه تاكد ان الراجل ده محطه، الراجل ده لما احنا بنعمل اللونج باص سواء من علي معلول او من محمد هاني، الراجل ده على طول بيستلم، بيحضر للي جايين، فاز ب 10 التحامات، الراجل ده مهاجم سوبر يعني، بس بامانه كان يستحق ينضم لمنتخب مصر. مروان طبعا مهاجم دولي ولعب كاس عالم، اكتر من فاز بالتحامات هوائيه، فاز ب 10 التحامات، راح على الجون محاولتين على المرمى، عمل مباراه كبيره جدا. معلش يا احمد قبل بس ما نتكلم، ده هدف قريب جدا لهدف مروان محسن، طبعا ده شوطه جامده، هو مروان حطها من فوق الجون، احنا بس طبعا يعني مش الهدف ده، الهدف بتاع ده هو شبيه ليه بس، هو عمال وقفها كده ولفها حطها، بس حطها يعني بس شويه يعني هي مناسبه قريبه شويه، في قريبة شوية. القطعه على القائم القريب، الاثنين قطعوا على القائم القريب سواء متعب او مروان، لكن مروان في الجون ده معلول للامانه عدى من المدافع بمنتهى المهاره،
اللي هو نور الدين خورشيد دوت، عدى منه بمنتهى المهاره وعملها عرضيه لمروان، مروان عدى من المدافع وحطها، فمروان يستحق بصراحه ثاني اعلى تقييم بعد علي معلول. اذا التقييم الاول علي معلول، التقييم الثاني مروان محسن، الثالث اللاعب جندي المجهول اللي بيتطور بشكل لا مش مستمر. مجهول الحقيقه. قبل ما تقول مين؟ عمرو السوليه. ماشي، عمرو السوليه اكتر لاعب قام بتمريرات في الملعب، معناه ارقامه برضو اكتر لاعب عامل تمريرات، اكتر لاعب قطع كرات. نعم. مع كريم نيدفيد الاثنين اهو، دي ارقام عمرو السوليه. عمرو السوليه قطع الكوره 19 مره، عامل 8 تمريرات طوليه للامام، اكتر لاعب عامل تمريرات 68 تمريره، وحاول على المرمى مرتين، وعامل 3 مراوغات ناجحه. عمرو السوليه ونيدفيد الاثنين قاطعين الكوره 19 مره الاثنين. فهنا السؤال برضو، كريم نيدفيد فين من منتخب مصر؟ كريم نيدفيد للامانه كان يستحق، بما ان الراجل خفير اجيري كان بيختار بعض اللعيبه اللي هو بيجربهم، كريم نيدفيد في الفتره الاخيره اللي بيقدمه على الاداء الشهرين اللي فاتوا دول يستحق الانضمام لمنتخب مصر، خاصه كمان ان خفير اجيري بيلعب 4-3-3 والراجل لاسارتي بيلعب 4-3-3. اذا سواء السوليه او نيدفيد مناسبين جدا الاثنين. طبعا هو اخذ السوليه وما خدش كريم نيدفيد. دول الاثنين الارتكاز. معانا بقى رقم مميز قوي للمقار الداهيه، جونيور اجايه. اجايه اكتر لاعب في المباراه عامل مراوغات ناجحه. خمسة من خمسة بنسبة نجاح 100%، يعني الخمس مراوغات اللي راح فيهم عدى فيهم خمسة من خمسة. ده لعيب ذكي، لعيب مكار، لعيب تقيل قوي، بيلعب فروة مهاجم صريح، يلعب جناح ماشي، لعيب مكار، محطة، بيشتغل كل حاجة. أجايه يعني عبقري، بسميه دايما العبقري لأنه ذكي، ويعني فعلا لعيب فيه النكهة، يعني زي فلافيو كده، النكهة اللي هي الأفريقية بروح الفانيلا الحمراء. ده جونيور أجايه. الأرقام برضو ما ننساش حسين الشحات. حسين الشحات رغم ان هو نزل او لعب 20 دقيقه بس، لانه النهارده بيستعيد الثقه في نفسه. اكتر لاعب راح على الجون رغم انه لعب 20 دقيقه بس، 3 مرات سجل منهم الهدف وفك النهارده، يعني نقدر نقول ان هو استعاد الشخصيه. لو هدف حلو كمان وهدف جميل وبرجله الشمال، يعني استعاد الشخصيه، استعاد الثقه في نفسه. ان شاء الله الهدف ده يكون بدايه انطلاق حسين الشحات مع النادي الاهلي. بعد كده رمضان صبحي. رمضان صبحي كان في انتقادات في الفتره الاخيره، للامانه كان الاداء ما كانش قوي، النهارده بيتطور الاداء، بيتحسن، بيروح، عنده ثقه. مروان يعني رمضان دايما بيظهر في الماتشات اللي بتبقى في القاهره مع الحماس الجماهيري، مع الضغط بيبان، لما بيتحط تحت ضغط بيبان بشكل كويس. الهدف عدى من 2 اللي هو اللي عمل الاسيست لحسين الشحات، قدم مباراه كبيره جدا بصراحه رمضان. برده ما ننساش محمد هاني. محمد هاني، كنت هقول لك انت على طول ظالم محمد هاني. لا، محمد هاني ده الناس كلها هي اللي ظالمه محمد هاني. لا، محمد هاني، محمد هاني ما ينفعش يتظلم. ان يكون الافضل دائما خلال الفتره اللي فاتت مباراه يمكن مستوى دائما 80-90%، نزل في مباراه واحده وطلع تاني. طبعا يعني هو ده الله يرحمه كابتن جوري كان دائما يقول لنا ايه، ان انا عايز لعيب يفضل فترة طويلة جدا 7 من 10 أو 6 من 10، مش عايزه يجي لي في مرة في ماتش يبقى 9 من 10 أو 9.5 من 10 وبقية الماتشات 4 من 10. طبعا. وبالتالي هو اللعيب اللي دايما بيحافظ على مستواه ده بيبقى لعيب كويس جدا. طبعا. محمد هاني كمان أكتر لاعب عامل تاكلينج صحيح في البطولة كلها. محمد هاني اللي يأكد إن محمد هاني ماشي بشكل كويس قوي، إن هو في التوب على طول، إن أنت تشوف أحمد فتحي على الدكة. مفيش باك يمين جه في مصر قعد أحمد فتحي على الدكة. للأمانة. احمد فتحي في الفتره الاخيره لما تشوفه على الدكه تعرف ان في باك يمين خيالي مع النادي الاهلي او ماشي بشكل كويس زي محمد هاني. محمد هاني بيعيش احسن فترات حياته مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره. مظبوط. معانا برضو صوره عايز اوري لحضرتك الفرق، نعرض الصوره بتاعت مروان محسن اللي كان قاعد فيها على الدكه يا جماعه. الصوره دي بتبين الفرق ما بين النادي الاهلي وما بين باقي الانديه. دي الكوره بعد ما وليد مروان أزار. خرج وليد ازارو ضيع الفرصه. مروان محسن كان زعلان جدا ان زميله اللي بينافسه على نفس المركز وليد ازارو بيضيع الفرصه. هي دي روح الفانيلا الحمراء، هي دي مش شعار ولا كلام بيتقال ان النادي الاهلي روح فانيلا، لا الكلام ده فعلا بنشوفه. احنا بنشوف فرق لعيبتها بتضرب بعض في الملعب، لا هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي وباقي الانديه، ان انت بتشوف الروح دايما تلاقي مروان زعلان لازارو. هي دي روح النادي الاهلي، هي دي روح الفانيلا الحمراء، هي دي سر الفوز. ده بصراحه يعني دي من اهم اللقطات كانت في المباراه. معايا بقى 8 ارقام خاصه للنادي الاهلي في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. اتفضل. اول رقم يعني 8 ارقام مميزه تبين ان الراجل لاسارتي ده في دور المجموعات عامل شغل. ايه الثمان ارقام اللي تخوف، عايز يعني اللي تخوف ان شاء الله باقي الفرق. اول رقم معانا النادي الاهلي ثاني اقوى خط هجوم، انا بتكلم تحديدا على دور المجموعات بس الارقام دي، ثاني اقوى خط هجوم
في دور المجموعات النادي الاهلي جايب كام جون؟ 11 جون في المجموعات، في 16 فريق. ايوه الاهلي جايب 11 جون، مازيمبي جايب 13، ده اول رقم. مازيمبي اقوى خط هجوم مازيمبي 13، يليه النادي الاهلي 11 هدف. دي اول حاجه. تاني حاجه، النادي الاهلي تاني اقوى خط دفاع في البطوله كلها، استقبل 3 اهداف بس في دور المجموعات بعد الترجي. الترجي اقوى خط دفاع، استقبل هدفين، ده تاني رقم مميز للنادي الاهلي. تالت رقم مميز للنادي الاهلي، تاني اكتر فريق في البطوله صنع فرص، يعني ده دليل ان الفرقه عامله شغل محترم، ان الفريق اللي بيوصل للجون ده دور مدرب على طول بيوصل بيصنع فرص بشكل كبير، عامل 17 فرصه. طب مين اكتر فريق عامل فرص؟ مازيمبي. مازيمبي عامل 18، يليه النادي الاهلي عامل 17. ده تالت رقم مميز. النادي الاهلي بقى الارقام التوب فيها، اكتر فريق استحوذ على الكوره 57% في كل المباريات، يعني الرينج بتاعه 57%. الرقم الخامس المميز للنادي الاهلي ان هو اكتر فريق عامل تمريرات صحيحه في المباراه الواحده، وصل ل 445 تمريره صحيحه في الماتش الواحد. ده دليل ان النادي الاهلي اكتر فريق في البطوله بيلعب بسياسه الاستحواذ، البوزيشن جيم، اكتر فريق بيستحوذ، اكتر فريق بيعمل تمريرات في البطوله كلها. الرقم السادس المميز للنادي الاهلي ان هو ثالث اكتر فريق عامل مراوغات ناجحه، عامل كام؟ عامل 9 كل 90 دقيقه، بعد شباب قسطنطينة وبعد فيتا كلوب. فيتا كلوب في معدل المراوغات الناجحه، يعني معدل الناس اللي بتفوت في واحد على واحد. ايوه ده الرقم المميز. رقم 6. رقم 7 الرقم المميز للنادي الاهلي، ثالث اكتر فريق حافظ على نظافه شباكه في البطوله، 3 ماتشات بعد مازيمبي والترجي حافظوا على نظافه شباكهم 4 ماتشات. الرقم المميز الثامن للنادي الاهلي ان هو ثالث، لا ده مش مميز بقى، يعني ثالث اكتر فريق ضيع فرص، يعني النادي الاهلي راح على الجون عمل فرص كتير، يعني هو ثاني اكتر فريق صانع فرص بعد مازيمبي عامل 17 فرصه، ثالث اكتر فريق برضو النادي الاهلي ضيع فرص بعد حريه والوداد. حريه الغيني مضيع 12 فرصه، الوداد مضيع 12، الاهلي مضيع 9. فدي يمكن 8 ارقام بيلخصوا، نقولهم مره ثانيه. النادي الاهلي رقم 1 ثاني اقوى خط هجوم في البطوله، جايب 11 هدف بعد مازيمبي 13، ده اول رقم. الرقم الثاني، النادي الاهلي ثاني اقوى خط دفاع، استقبل 3 اهداف بس بعد الترجي، استقبل هدفين. الرقم الثالث المميز للنادي الاهلي، ثاني اكتر فريق صنع فرص 17 فرصه بعد مازيمبي اللي عامل 18 فرصه. الرقم الرابع ان النادي الاهلي دايما بنقول ان هو استحواذ بيستخدم البوزيشن جيم، اكتر فريق استحوذ على الكوره في البطوله كلها 57%. النادي الاهلي اكتر فريق عامل تمريرات صحيحه، 445 تمريره في المباراه الواحده. الرقم السادس ان هو ثالث اكتر فريق في البطوله عامل مراوغات ناجحه. الرقم السابع ان هو ثالث اكتر فريق حافظ على نظافه شباكه 3 مباريات بعد مازيمبي والترجي 4 مباريات. الرقم الثامن ان هو ثالث اكتر فريق اهدر فرص محققه 9 فرص بعد حريه والوداد. ده يمكن 8 ارقام مميزه جدا، او يعتبر بيبينه، ويعني بيبينه ان النادي الاهلي قدم اداء قوي جدا في دور المجموعات. على فكره تعتبر مجموعتنا مجموعه، يعني انا شايفها اقوى مجموعه في البطوله. يعني لما سيمبا يصعد فجاه والناس كلها كانت متوقعه فيتا او حتى شباب الثوره، انا شايف وجهه نظري ان مجموعتنا كانت اقوى مجموعه في البطوله، يعني الدليل ان هي 10 9 8 7، لا المجموعه لغايه اخر ثانيه ما كنتش عارف مين اللي هيصعد. باقي المجاميع كان اغلبها، يعني مازيمبي كان صاعد، شباب قسطنطينة كان صاعد، الترجي كان صاعد، كانت المنافسة على المركز الثاني. فالنادي الأهلي فعلا كان واقع في أقوى مجموعة. طبعا احنا هنقابل يا إما حرية يا إما شبيبة قسطنطينة، شباب قسطنطينة يا إما سان داونز. الثلاث فرق طبعا أقوياء جدا، هنتكلم يعني عنهم لما تيجي القرعة. ولكن أتمنى نبعد عن سان داونز أكيد، لأن سان داونز الفرقة هي المتمرسة في أفريقيا، فريق بيتطور، فريق يعني ماشي بشكل كويس قوي. تمام. خليني برضو اقول لحضراتكم سريعا جدا، خلينا في الاخر دي نتكلم فيها برضو يا دكتور احمد. عايز اتكلم معاك عن ارقام محمد الشناوي النهارده، لان ناس كثيره في الاول كانت يعني بتقول كذا وكذا وكذا، ولكن عايزين برضو نتكلم عن محمد الشناوي. يستحق بصراحه ان هو يعني يلعب، وكل التحيه للجهاز الطبي، زي ما بننتقد الجهاز الطبي في بعض الاوقات لازم ياخدوا التحيه ان هم لحقوا يجهزوا الشناوي، سواء بقى بالمسكنات او بكده. الراجل لاعب وقدم اداء يعني 10 على 10. أرقام محمد الشناوي يمكن هو تصدى، جات له تسديدتين بس اتصدى ليهم، ونجح في الحصول على الكرات العرضية في كورتين من اثنين، يعني بنسبة نجاح 100%. خرج من المرمى عشان يبعد الهجمة أو ينقذ انفراد مرتين،
حصل على فاول واحد، عمل 8 تمريرات طوليه، فارقام محمد الشناوي ارقام كويسه يستحق التحيه، حارس عنده شخصيه. وحتى قلت لحضرتك في الاستوديو قبل المباراه ان هو الراجل اختار محمد الشناوي، ان هو الراجل بيثق فيه حارس منتخب مصر، عشان ميزه فريق شبيب تصور ان هو بيلعبه على الكرات العرضيه والتمرير الطولي، والراجل الشناوي مسته كلها. يعني انا شايف احسن حارس في مصر بيطلع على الكرات العرضيه هو محمد الشناوي، عشان كده الراجل اختاره. تمام، يعني انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور احمد على كل هذه الارقام. عندك ارقام ثانيه عايز تقولها ولا كله كده تمام؟ كله تمام. في محمد هاني طبعا زي ما حضرتك اتكلمت عنه، محمد هاني يمكن هو صنع فرصتين محققتين زي بقى لازم محمد هاني يعني بصراحه يستحق التحيه. يستحق التحيه. وما ننساش برضو ناصر ماهر. ناصر ماهر راح على الجون 3 محاولات، حصل على 4 اخطاء، عمل تمريرات طوليه كتير جدا النهارده. يعني هو بيلعب كارتكاز ثالث، الطريقه بتلعب 4-3-3 اللي كان ناصر ماهر وكريم ندفد وعمرو السوليه قدم اداء كبير في دور الهولدنج ميدفيلدر، بقاله ماتشين بيلعب لاعب قطع كرات. فالطريقه بتلعب يعني الاهلي بيلعب 4-3-3 مع لاسارتي في المباراه الاخيره كلها. تمام، انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على هذه المعلومات الرقميه الحقيقه اللي دايما بتمتعنا بيها. شكرا جزيلا. البطوله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. زي ما قلنا لحضراتكم وزي ما دايما بنقول لحضراتكم، النهارده كسبنا، النهارده مبسوطين، النهارده فرحانين جدا جدا جدا، طبعا فرحانين ومبسوطين وكل حاجه، ولكن كالعاده وكعاده النادي الاهلي وكعاده الايام السابقه بالكامل هنقفل الملف ده. الملف ده اصبح في الدولاب، الملف ده اصبح في الدولاب خلاص. مش هنتكلم ان احنا كسبنا دور الثمانيه ووصلنا لدور وصلنا من دوري المجموعات لدور الثمانيه، خلاص انتهى الموضوع بالنسبه لنا النهارده. نبتدي نفكر في الايام القادمه، ماذا سيحدث في الايام القادمه؟ طبعا هنحلل بقى الايام اللي جايه ان شاء الله، هنحلل مع حضراتكم النادي الاهلي هيلعب ازاي في مباراته في الدوري العام المصري امام نادي الزمالك، ازاي هيلعب بقى في دور الثمانيه، هنتكلم في الامور دي خلال الفتره اللي جايه. ولكن فرحانين مبسوطين باداء النادي الاهلي، فرحانين مبسوطين بشكل اللعيبه اللي موجوده واللي تطور مستواهم زي ما دكتور احمد قال لحضراتكم، تطور مستواهم بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت. عايز برضه اقول لحضراتكم قبل ما ننهي هذه الحلقه، المجموعه الاولى تاهل عنها الوداد الرياضي المغربي في المركز الاول ب 10 نقاط، سان داونز في المركز الثاني ب 10 نقاط، المجموعه الثانيه الترجي التونسي كأول المتصدرين والصاعدين لدور الثمانية في 14 نقطة، وحورية الغيني ب 10 نقاط كمركز ثاني. أما في المجموعة الثالثة مازيمبي الكونغولي في المركز الأول ب 11 نقطة، وشباب القسطنطينية الجزائري ب 10 نقاط. وفي المجموعة الرابعة النادي الأهلي بيصعد عن هذه المجموعة كأول لهذه المجموعة ب 10 نقاط، وسيمبا التنزاني بيصعد على من هذه المجموعة في المركز الثاني بتسع نقاط بعد فوزه أخيرا أو في آخر التوقيت على فيتا كلوب الكونغولي. إذن دي الثمان فرق إن شاء الله اللي هيبقوا موجودين في دور الثمانية إن شاء الله في الفترة الجاية. زي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله 10 تيشيرتات هدية لأصحاب التوقع الصحيح لمن سيكون الطرف الثاني ضد النادي الأهلي في مباراته القادمة إن شاء الله يوم الأربعاء القادم القرعة. إن شاء الله يوم الخميس نعمل مع حضراتكم أو يوم الأربعاء بالليل أو الجمعة زي ما هنطلع هنقول لحضراتكم إيه اللي هيحصل، ولكن يوم الأربعاء إن شاء الله القرعة، ويوم الأربعاء هيبان من سيكون هو الطرف الثاني أمام النادي الأهلي في المباريات القادمة. هنحط لحضراتكم سؤال، السؤال ده هو من خلاله اللي هنختار مين الناس اللي هنختارهم او العشر مشجعين للنادي الاهلي اللي هيبقوا ليهم حق الفوز بالتيشيرتات. لما البوست يتحط هتلاقوه موجود، وهو ده هتلاقيه مكتوب فوق سؤال حلقه او ملعب الاهلي واهداء الجمهور 10 تيشيرتات من خلال هذا السؤال، عشان هو ده السؤال اللي هنختار منه مين اللي هيكون مين اللي هياخد العشر او مين اللي هيفوز بالعشر تيشيرتات. طيب عموما دي كانت حلقتنا النهارده، الف الف مبروك للنادي الاهلي، الف الف مبروك الصعود لدور الثمانيه، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي اللي دايما واقف في ظهره ودايما بيكون وراه. الحقيقه برضو قبل بس ما انهي الحلقه دي، امبارح والنهارده كنا تقريبا مع حضراتكم طوال اليوم او يعني وقت طويل جدا، امبارح 4 ساعات والنهارده حوالي 4 ساعات، ساعتين قبل وساعتين بعد المباراة. إذا كان هناك من يستحق الشكر فكل القناة من أول رئيس القناة دكتور محمد العدل لغاية أصغر عامل في القناة، كل الناس اللي واقفين ورا الكاميرا، رئيس التحرير أو رؤساء تحرير القناة بالكامل ورئيس تحرير البرنامج محمود سعيد، وكل الناس اللي معاه بقى الديك محمد الديك وحازم و
عاطف وكل المجموعة اللي موجودة معاه وهشام وكل المجموعة كلها الحقيقة بتعمل عشان امبارح والنهاردة، لأن أنا دايما بيجيلي ردود الأفعال، فأنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. مش أنا اللي أنا دايما بطلع أمام حضراتكم، ولكن في حوالي أكتر من 20-25 واحد بيساعد او متخصصين الحقيقه السوشيال ميديا كمان. نعم فريق السوشيال ميديا طبعا، فريق السوشيال ميديا ده، وكويس ان انت فكرتني انهم يستحقوا الشكر لانهم الحقيقه عاملين حاجه رائعه امبارح والنهارده، ودايما الحقيقه دايما فريق السوشيال ميديا دايما بيبقوا في ظهرنا خلال الفترات اللي فاتت. فكل الناس الحقيقه حتى كريم احمد ومحمد دكروري اللي موجودين دايما في البث الخارجي او اللقاءات الخارجيه اللي حضراتكم شفتوها، كل الناس دي يا جماعه مش انا، انا بطلع امام حضراتكم في الشاشه بيبقى ورايا كل الناس دي. فانا الحقيقه حابب ان انا اشكر كل المجموعه اللي كانت متواجده النهارده، المحللين العظماء اللي كانوا بيبقوا موجودين معانا، دكتور احمد ثابت، كل الناس اللي موجوده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله خلال الايام القادمه ستجدوا ما يسركم على شاشه قناه النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم وان شاء الله نلتقي قريبا في ملعب الاهلي.